أشرفت النيابة العامة هذا اليوم على إتلاف واحد الكمية مهمة من المخدرات، توزعت حول تقريبا 3123 كيلوغرام من الشيرة و1025 كيلوغرام من الكيف، بالإضافة إلى تقريبا 170 كيلوغرام من طابة أوراق و147 كيلوغرام من النفحة، بالإضافة إلى تقريبا 50 كيلوغرام من مادة المعجون وحوالي كيلوغرام و713 غرام من مادة الكوكايين، بما مجموعه تقريبا 4517 كيلوغرام. أما فيما يتعلق بالأقراص فتم إتلاف واحد تقريبا 76859 قرص مهلوس. بالنسبة للمعسل المهرب فتم إتلاف تقريبا 200 كيلوغرام من المعسل المهرب، بالإضافة إلى 7930 سيجارة مهربة. هذه العملية الإتلاف تمت بحضور إدارة الجمارك وكذا الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية، وبحضور كذلك أعوان السلطة المحلية والممثلي الصحة. هذا العملية هي ترجمة لليقظة الأمنية المصالح الدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة الجمارك في حماية هذا الوطن من أجل الحد من انتشار الجريمة وخصوصا تسريب هذه السموم داخل التراب الوطني. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.